هل لك أن ترسم لنا خطة انتشار أمني جديدة وتكنيك مسلح متطور حتى يتناسب مع حجم الهجمات التركية والإيرانية أيضا بشكل افتراضي؟ بشكل افتراضي، شوف في الإيران إذا تقصف صواريخ يجب أن يكون عندك شيء مضاد للصواريخ، وأن تقوم بيكون جهد دبلوماسي. نحن ليس في ذاك المستوى، ليس في ذاك التهيئة. إيران تقصف طائرات درون ومدفعية، وتصدر تركيا تصدر طائرات درون ومدفعيتها يومية على في مناطق زاخو، ولا حتى إن وجد حرس حدود بدون آليات وبدون تنسيق دبلوماسي وتعاون بين الطرفين الإيراني العراقي والتركي العراقي، أعتقد يكون مهمة صعبة. لذلك نحتاج جهد دبلوماسي قبل تواجد، والتواجد الحدود أنا أعتقد، أنا شايف حسب خبرتي في منطقة الحدودية قريبة من تركيا، هناك تواجد حرس حدود عراقي في منطقة الحدود التركية، ولكن بمستوى ضعيف وبإمكانيات ضعيفة. يجب على الدولة أن يكون تسليح هذه القوات، مهم يعني باللغة، ماكو دولة تمنع تدخل دولة أخرى بلغة دبلوماسية إن لم يكن هناك balance of power، توازن قوى. احنا ما نريد توازن قوى لأن نحن في وضع سيء اليوم، ولكن يجب أن يكون توازن احترام أو توازن تهديد حتى نقدر أن نواجه هذه الهجمات اليومية للدير وانتهاكات طيب. السيادة العراقية اليومية المتواجدة. أثنيت يا دكتور على خطوة إعادة انتشار قوات حدودية عراقية على هذا الشريط، لكن ما الضامن في أن تتحول بوصلة الهجمات التي تشن إلى الصراع بين هذه المنظمات والأحزاب المعارضة مع قوات الأمن العراقية، ونكون أمام حرب شمال جديدة؟ شوف، لابد أن تتواجه. هناك تواجد معارض إيراني موجود داخل العراق باحترام، بعدم سلاح، بعدم استخدام السلاح وعدم استفادة من العراق كقاعدة على إيران. هذا من حق إيران أن تنبه، ومن حق العراق أن تسيطر على هذه، أن تحترم هذه الاحترامات إذا ما كان تهديد. ولكن إذا هناك أحزاب معارضة، احنا كنا معارضين في ايران في يوم من ايام ضد نظام صدام حسين، ولكن لم نقوم باستخدام اراضي ايرانيه بهجماتنا ضد الجيش العراقي وبهجمات ضد نظام صدام حسين الا بعمليات، وبعض الاطراف كانت تستخدم في ذلك. انا اعتقد يجب ان يكون تفاهم. انت ما تقدر اليوم تلقي القبض على معارضين ايرانيين وتسلمهم لايران، لان قانونا غير مسموح بها دوليا، وهذا تعتبر انتهاك صار لحقوق الانسان، تفتح ضجه دوليه على روحك. المعارضين الاتراك اللي موجودين، الاكاد الاتراك اللي موجودين، ترى بالمناسبه ترى اليوم في سوريا المناطق اللي تحت قوات قصف واللي تركيا تقصفهم بحجه اكراد، هناك كثير من المعارضين اتراك موجودين فيها. اليسار التركي موجود، المتطرف التركي موجود، ضد المعارض الإسلاميين موجود في هذه المناطق، ولكن تركيا تستخدم العلامة القسد والأكراد فقط في هذه المنطقة، وهذا خطأ.